نشوف بقى الحرارة بكرة عاملة ايه، نشوف بقى الحرارة بكرة عاملة ايه، لأنه الحقيقة الأخبار بتقول إنه درجات الحرارة في ارتفاع غير مسبوق. دكتورة منار غانم، مساء الخير دكتورة منار. مساء الخير على حضرتك أستاذ عزة، مساء الخير على كل السادة المشاهدين. أهلا أهلا بك يا حمزة. بحضرتك، أهلا بيكي. أهلا. طمنينا بكرة أخبار الحرارة ايه، الليلة دي وبكرة عاملين ايه؟ هو طبعا في استمرار للموجة شديدة الحرارة اللي بنشهدها منذ الأسبوع الماضي وكملت معانا الأسبوع ده. خلال فترات الليل احنا كمان بنحس بارتفاع نسب الرطوبه بشكل كبير، خاصه ان فتره الليل فيه هدوء في سرعات الرياح، هدوء سرعات الرياح ده يساعد على احساس بنسب رطوبه عاليه. قيم درجات الحراره فتره الليل كمان مرتفعه خلال هذه الايام، ففتره الليل اجواءها لسه اجواء مائله للحراره رطبه. خلال فتره الليل في معظم محافظات الجمهوريه الصغرى فتره الليل بتسجل على القاهره الكبرى 27 و26 درجه مئويه مع ارتفاع نسب رطوبه احنا بنحس بيها اعلى من كده. متوقع كمان غدا استمرار طبعا الارتفاع الملحوظ في قيم درجات الحراره مع استمرار ارتفاع نسب الرطوبه، لسه متاثر بمنخفض الهند الموسمي اللي دايما بيعمل على زياده نسب الرطوبه في الجو، مرتفع جوي في طبقات الجو العليا بيعمل على زياده فترات طلوع اشعه الشمس وحبس الرطوبه في طبقه قريبه من سطح الارض، فانا لسه مكملين في ارتفاع قيم درجات الحراره اللي تعتبر اعلى من المعدل الطبيعي، وكمان ارتفاع نسب الرطوبه ناكد ان نسب الرطوبه بتخلينا نحس بمزيد من الارتفاع في درجات الحراره، يعني احنا تمام. متوقعين غدا عظمى على القاهره الكبرى 39 درجه مئويه في الظل. بكره بكره ان شاء الله ده في بكره الظل، الاربعاء ده في في الظل الظل صح؟ بالظبط في على الظل، خيرة لكن الله. المحسوسه نتيجه ارتفاع نسب الرطوبه ايضا في الظل توصل ل 42 درجه مئويه، ممكن 44. لو انا موجود في الشارع اكيد هحس بقيم درجات حراره طبعا اعلى. طبعا محافظات الصعيد طبعا بتوصل ل 45 درجه مئويه في واو الظل. طبعا. الموجه دي مكمله معانا على مدار 72 ساعه القادمه، يعني احنا لسه مكملين في الارتفاعات الملحوظه في درجات الحراره. اربع وخميس عظمى على القاهره الكبرى 39 درجه مئويه، المناطق كلها فيها ارتفاع في درجات الحراره. ان شاء الله الموجه دي تخف حدتها مع يوم السبت اللي جاي. من يوم يا رب. السبت اللي جاي هنبدا نحس ان الموجه دي قلت بشكل كبير، احساسنا بدرجات الحراره هيقل لان هيكون في انخفاض اللهم في قيم بلغنا درجات يوم الحراره. السبت يا رب يا يا رب دكتورة باذن منار. الله. يا رب بشكرك لهذا شكرا. التوضيح دكتورة منار غانم، بشكرك شكرا جزيلا. يا جماعة بنسبة الجو، بنسبة ارتفاع درجات الحرارة النهاردة غطيتها لكم من كل الزوايا، بس نفسي أرجوكم يعني كل واحد فينا عنده أكيد يا شباك يا بلكونة، فريت أي طبق قديم حط فيه شوية مية لأي طير من الطيور اللي في عز الحر ده، يعني نبقى حاطين كده مية للطيور، ويا ريت كل بيت وكل عمارة أي حد فيه يبقى برضه في طبق قديم كده جنب باب العمارة أو جنب باب البيت لأي قطط معدية أو لأي كلاب معدية، لأنه شكلهم الحقيقة بيبقى في الشوارع في حالة درجة الحرارة المرتفعة والحر ده بيبقى شكلهم صعب جدا، فخلينا كده يعني الرحمة تبقى جوانا كمان للقطط والكلاب في الشارع وأيضا لأي طير من خلال أي شوية مية في الشباك أو في البلكونة.